الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى زمنك يا وقتك إن مريا وحكرني خسنده وحلق شده وظائف إيا شقنا وأسمي زمن كستي وقتك استوك مريا خسند كست خسندة هاسي وحي آد قشتو وان باد بري وبحسن وكلا بحي هدي كوح انتهي هي هدي كوفي عنتهي وحان باللوني سنة العسر وحانا رميني ونصو قبا قبيني سنة وحان رميني وبشي هذا لما تيذي الحجة إن أقول لما ذي سنة كون أفر بقول أفرتني كوباد هجرة دي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحن بلوني كون أفر بقول أفرتني اللبا هجرة دي النبي كسب اللبا صلى الله عليه وآله وسلم أيام بشن بلوني وسنة عصب سنة لما ذي هي سنة دي نوب اللو ذي واحد سند كي كود ماذي وحاب هبون إن الحساب تنتو محد فائدي محد خسارتي إن النفط هذا الله فريتتو والله حساب تنتو وألقوني نقطو وأدميزان كإستسارتو والسند كديبو أخردو سند كخسند دي سمحاكو قلي شك ما لها هذا دبو أخرده وحكاك صباحا يصفح ظفر بضن أمدو خلدات بضن أدقشي ذنوفر بضن أدبالتي وح بضن باكو صباحي سيدين أوكال بضن هم أوكال بطسن نبا روح تاجر كي قناعس دهاء سند كيسة قناعسي مركو رما ذو حساب حربو سميا وحون حسابي يا حوله سمحا كوسا كردي محا كنص قامي محا أويا ألا محا مقن محا الدين كم مقن حساب حرب وصمير يا سندك وكذلك آخر هذا سند بعد ما ذي حساب حرب وصمير محا كاتجي محا كوقب صومي محا قصتي محا خلدة محا وناجة الكاسة وحا كيماني سمركة سنة كلمات كيسا إن توبتك ختمتو إله وحي دعي إغلاف قلبي غاقو كحمادة كقوموضة إله دم داف ويديستا حمانتي إن تحلو صفحة سوى صفحتك إن توبتك حلو يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة مروى البان فرنهي ولين قربة توبة إن نحسبون يسينو لأن مر والبذنوب تين حل والبي حالة والبذنوب تين أبداً داوى الذنوب تنوى توبة ده مر كتوبة ده كذلك سيد علماء ليه سنة عصب كوب اللبن يو صفحة عصب أضحد باللودي صفحة سنة وح أجوه الرئي كقر ما إنه توبة نقضه يا إله وان كوس نقنا يا وحي إقدعه أيضاً وحوي سنة عصب تكفر فريسا يتكفر نيسا بيشنا يكون كتيرنه وهذا إنه بلوني بيش محرم سنة كقمر جاء أم هجر جاء أبا كبل لوضه وحي كم تهي أفرت بلوده سنة كوقف ضد بدن إلهي قرآن ككوش يجي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بلها ترضاه سنة كوالبية تمام بلود وألي تبارك وتعالى اسمه بدش صدح يتوم من نقطه كوي يتوم من نقطان ذلك الدين القيم وحكم إذا أفر بلاد أو منان خاصة له وليد هذا أشهر الحرم أفر تاب بلاد تي صدح بينه كتير ناس صدح دي إسكو حكتي ذو القعدة وبيش حج ككور رساء يبيش حج كذو الحجة يبيش أنو سنة كوه الرس صدح ذا بلاد إسكو حكتي أشهر الحرم كأوه
bilna waa goonideeda oo gooni bay u taagan tahay. Waa bisha Rajab, Shacbaan iyo Jumada u dhaxaysa. Bilaha afarta ah mudnaan khaasay leeyihiin. إلهي بقرآن كي نوشى تبارك وتعالى وحي مضنان كليه وحكلا ماها قيمها أعماش الله سميني ونكسن ويكقيم بضنطا يحلي يدك له اللهم رمضان مركا لغا صوريبو دروبتا إيه خلادات كاللقا لنا ويكعلسيون ويكويهين بلهن دحضوض ساس دراد با إلهي وحولي فلا تظلموا فيهن أنفسكم بلهن دحضينا بلهن دحضوضا نفتينها ظلمينينا محلق وضع نفتينها ظلمينينا بمعنى الدنبية ذا إسكا إلالية هو لأن الظلم النفتة ذا الظلم ذا ومعاصي ذا والشرك ذا وبدعة ذا والدنبية ذا نفتة ذا يكسر نقون إساء لبات ذا ذو هذا إس ظلمنا يا مرك هاي ظلمنا وكذلك ضدكنا وأذيق أوكلاء خلقنا ها الظلمين بشاني مرك بلاها سيكم بيت سنة كي عصبها بلوغي سنوات فضائشة هذا وحا كم إذا سيد النبي قلنا كسوكا صلوات ربي وسلام عليه وحو يلي صون لصومو رمضان كذب رمضان وصون كي واجب كأها لازم كأها رمضان مركا لغتكو صون لصومو وحا أقفضي بدن بو نبي صلى الله عليه وسلم بشن إلهي محرم صون كذا أقفضي بدن بشن الله الله بشيسا بلهورن إلهي بأسكاله لكن محال لو يري بشا الله وحا إلهي لوغو إضافي منان خاصة يسيل هذا وحي الإلهي مخلوقات كيسا وحا لو إضافي شيء إلا شرفي ناقة الله بيت الله خارجة وحي لها أعيانتها مركا صونك بشاني وحكم إذا عباداتك أقفة بضان إيه صونك أزمنة أقفة بضان هاي بكامتة صونك السنة مطلقة بشب الله كذا إلى دمات كذا أنت هذا بدن إن لا صوما في عن لكن وحمنان خاصة سيلة مالك السجالات يا مالك التبنات بهذانا منان خاصة سيلة صن كذا نبي جانو صلى الله عليه وآله وسلم مالك التبنات ويوم عاشوراء ليداه أنتو سن سوه جروني نو مكتشو جي قريش بسوم يشترتي استغنوا بو صوما أنتو سن سوه جروني منا marku soo hijroodo magaalada Madiina yimid Nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo soo hijrooday ayuu wuxuu u yimid qoysaskii reey Yahudeed ee magaalada Madiina degana oo Soomaaya kadibna wuxuu ku yimid maxaad u soomaysan maalinkan waxa yidhaahdeen waa maalinkii Ilaahay Nabi Muuse iyo Rebni Israa'iil badbaadiyay Fir'aawn iyo intii la socotay inay Ilaahay halaagay oo biyaha ku maanshay saas daradeed waxaan u soomaynaa shukri aan Ilaahay ku shukrineen dadada iyada ah oo ilaahay guusha ku sii reebni Israa'iil Fir'aawn iyo wixii la socdayna ilaahay ku halaagay tabaaraka ta'ala taasan ka shukriineyna kama had celineyna markaas nabiga xuur sallallahu alayhi wasallam annaga idin kam mudan Muuse annaga idin kam mudan sabab uga mudan yahay laana yahuudaasi diintii nabi Muuse la yimid way ka leexdeen مر والبابا روحا عدا مدن ادوى حكتدي ساوادتك منهج كيسية طريق لي من هايواه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي إبراهيم مركي اللي سكوق بصدي أو يهودنا تري أنك نصارى تري أنك الله كلا سارى وحو يري عدا إبراهيم أقوم مدن أقوم عدي طريقي سمرتيواه هي النبي هي أمدي سرع ذي لأن التوحيد كي نبي إبراهيم ليمد نبي محمد باهيا توحيد كي نبي موسى ليمد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي محمد باهيا يا أمد ديسا أيقو الشيقت بين نقدين مرك سيداس درادي نحن أحق بموسى منكم موسى أنك إذن كم مضى مركز النبي قو أمره صلى الله عليه وسلم وصومي دات كان وحو أمره الله صومه سيوة دي تشري مركة مسلمين تو مركة لقب الله ومقال هذا مدينة الله وصومي مالك التبنات بش محرم يوم عاشوراء حلقة يضع رمضان صون كذا لما تشدين النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلوين كي مقالوين كذبوا أكل الدري وحولي أنت واقب بريي عدي وحنتي مالك أنت كرد منها أفهي سطو ينوحون
intii waagu baryay ciddaan waxba cuninna soonkiisa ha dhammaystirto, maanta waa caashuure ah. Xataa caruurta yararka bay soomin jireen. Maalin aada loo qadariyo ahaa soonkiisa. Markii Ramadaan Ilaahay waajibiyey oo ummaddan ku waajibiyey, ayuu nebigu wuxuu yidhi ciddii doontana ha soonto caashuuraa, ciddii doontana ayaysan soomin. Waajibnimadii waa laga khafiifiyey, sunnu noqday markaas. Ciddii doontay soon, ciddii doontayna iska da. Nebigu markaa sallallahu alayhi wasallam waa soomay, waana ku dadaalay, ummaduna waa ku dadaali jirtay. Aakhirkii nolosha nebigeenna sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sanadkii u dambeeyay geeriyoon doono salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, ayaa rasuulka saxaabadu waxay ku yidhaahdeen markuu amray maalinka in la soomo, ayaa waxay rasuulka Ilaahayow, maalinkan yahuudiya nasaara weyneeyaa. Tabcan waxay ka wadaan annagana waxaana la amray inaan khilaafno labada ummadoodba, maalinkana waa maalin ay iyagu weyneeyaan. Markaasaa nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, haddaan sanadka soo socda gaadho, waxaan soomi doonaa maalinka sagaalaad. Taas culimadu ay ku fasireen maalinka sagaalaadna waa soomayaa, tobanaad oo caashuura ana waa ku darayaa, si keliyeelidda maalinka ayagu ay keli yeelayaan aan u khilaafno, maalinka horeeyaan ku daraynaa. Laakiin nabigeennu sallallahu calayhi wa alihi wasallam intaan waqtigii la gaadhin baa tiisii soo gashay, falaxiqa birafiiqi laclaha. Macnaheedu wax weeye, sida fiicani sagaalaadka in la soomo, tobnaadkana lala soomo. Haddii maalinka sagaalaad soonkeedu ku dhaafo oo tobnaadka soontana kow iyo tobnaadka ku dar. Cabdillaahi ibni Cabbaas bay ka sugan tahay inuu yidhi maalinka horeeya sooma ama maalin ka dambeeya sooma si aad u khilaaftaan yahuudda. Sidaasi waa maalmahan faadilkee inugu soo aadan iyo soonkooda labada beribaa mudnaan sii leh. Laakiin saan tilmaannayba bishoo dhanba soonkeedu waa ka fadli badan yahay soonka bilaha kale marka laga reebo bisha Ramadaan, sida xadiista nebiga ku cad salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Marka cibaadada soonka, cibaadaadkii kale sidoo kale, maadaama ay tahay bil xurmale, cibaadaadkii kalena way ka sii weyn noocyadii kale, gaar ahaan sanadkan bilowgiisa waa xilliga dowladda muslimkii, markay muslimiintu dowlada zaka ururiya ay lahaan jireen, xilliga zakada la ururin jiray waa, oo iyadana mudnaantaasay lahayd, laana sanadka bilowgiisii wey. Laakiin maadaama dowladdii muslimiinta zakada ka qaadi lahayd, ee xilliga u qaban lahayd, ee sanadka bilowgiisa ka ururin lahayd aysan jirin, waxay noqotay ganacsatadii dadka xoolaha leh ruux walba xilliga waqti sanadkiisu soo wareego inuu ka zakeeyo. Saas daraaddeed baa Soomaalidu bishan waxay ku magacowdaa bisha zakaday dhahan. Waana sax, mafhum sax waa, laakiin wuxuu ka soo bilaabanayay waa xilligii dowladaha muslimku ay sanadka bilowgii zakawaadka ka soo ururinayaan. Taana waxay ina baraysaa zakada soo wareegtay in la bixiyo oo zakada lagu dadaalo, sadaqaadka iyo ixsaanka iyo samafalka khalqiga lagu dadaalo, dikriga iyo taacada Ilaahay lagu dadaalo, salawaadka iyo khayraadka dhammaan inta aad ka qaadan karto ka qaado bishan barakaysan ee ugu dambeysa bilihii xurmada lahaa, saddexdii isku xigay ugu dambeysa. Allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu khayraadka ina waafajiyo, azminada ina maraysana Ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwa ka faa'iidaysta Ilaahay inaga dhigo. Sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursaleen, allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu, ruddina ilayka raddan jamila wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.